يشير مصطلح الاتجار بالكربون إلى سياسة عامة تسمح بتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى سلعة تجارية. فكيف تتم هذه العملية؟ تحدد الدولة أولاً كميات غازات الدفيئة وبشكل خاص غاز ثاني أكسيد الكربون بتوزيع حصص الانبعاثات على القطاعات الصناعية، ويتعين أن يتساوى عدد الحصص السنوية مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. نذكر على سبيل المثال مصنع إسمنت منح حصة تعادل 300 ألف طن سنوياً، إلا أن المصنع تخطى السقف المحدد ب 60 ألف طن بسبب معداته القديمة. كنتيجة لذلك يتعين أن يقوم المعمل بشراء 60 ألف وحدة ثاني أكسيد الكربون من منشأة صناعية أخرى تمكنت من حد انبعاثاتها، فأصبح بإمكانها عرض فائضها من ثاني أكسيد الكربون في إطار عملية تجارية. وقد تكون هذه الأخيرة محطة حرارية مثلاً عملت على تحديث غلايتها وحققت الهدف المنشود. أضف أن المحطة الحرارية ستحصل المبلغ المترتب على مصنع الإسمنت، أي كلفة 60 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على أساس السعر السائد في السوق، فتسترجع بذلك الأموال التي استثمرتها في عملية تطوير المنشأة. تجدر الإشارة إلى أن سياسة الاتجار بالكربون هي وسيلة تلجأ إليها الحكومات لإقناع المصانع بحد انبعاثاتها عبر الاستثمار في مجال التقنيات الأقل تلويثاً للبيئة.